مهندس مينا، ايه هي مبادره ابدا؟ في الحقيقه يا فندم المبادره دي جاءت بناء على تكليف من السيد رئيس الجمهوريه لخريجي البرنامج الرئاسي بربط مؤسسه حياه كريمه بمشروع متكامل للصناعه عشان نقدر نطور الصناعه المصريه وفي نفس الوقت نضمن استدامه حياه كريمه. الحقيقه احنا اشتغلنا على اهداف اساسيه في المبادره، كانت اهمها تقليل الفجوه الاستيراديه، توطين الصناعات الحديثه، توفير حوالي 150 الف فرصه عمل. احنا بالفعل قدرنا نعمل نحقق نجاحات على الارض، زي اننا قدرنا نحول المستوردين لمصنعين، قدرنا في نفس الوقت نعمل شراكات ما بين شركات منافسه لبعضها في السوق علشان نصنع مكونات من مدخلات انتاجهم. قدرنا كمان نصنع منتجات هيتم تصنيعها لاول مره في مصر ان شاء الله. يعني ايه الفرق بين مبادره ابدا وبين ما تقوم به وزاره الصناعه؟ في الحقيقه يا فندم ابدا يعني احنا استهدفنا منتجات بعينها، ان احنا نشوف الواردات بتاعتنا فيها، ان احنا نشوفنا ايه المنتجات اللي احنا وارداتنا فيها حجمها كبير جدا. قدرنا نتواصل مع المستوردين بتوع المنتجات ديت، قدرنا نتكلم معاهم ونشجعهم ونحمسهم ان هم يبداوا في الصناعه ديت، ونتواصل مع المستثمرين الاجانب اللي بيصنعوا المكونات ديت. زي ايه بقى يعني عشان بس الناس تفهم اكتر يا ويليام، يعني انتوا بتعملوا ايه؟ يعني ايه بالظبط الصناعات اللي انتوا بتدعموها؟ ودوركم ايه بالظبط؟ احنا شغالين على معظم القطاعات اللي فيها واردات اللي فيها واردات كبيره، زي مثلا قطاع البتروكيماويات. القطاع ده وارداتنا فيه كبيره جدا، زي بتقدر بحوالي 3.5 مليار دولار. في كمان قطاع الاجهزه المنزليه، يعني في الحقيقه القطاع ده واعد جدا في مصر، لانه القطاع ده بيصدر منتجات نهائيه لاكثر من 32 دوله. فاحنا بس في نفس الوقت احنا القطاع ده بنستورد معظم مدخلات انتاجه، فاحنا كان لازم نبدا ان احنا نوطن مدخلات انتاج الصناعه دي في مصر. وبالفعل احنا بدانا على كده، يعني احنا هتلاقي حضرتك الفتره اللي جايه قريبا جدا الافتتاحات لمشروعات للمنتجات دي، للمنتجات اللي دي هتبقى اول مره يتم تصنيعها في مصر ان شاء الله.